نبدا برساله لاحد الاخوه يقول فضيله الشيخ صالح الفوزان حفظه الله كيف تكون المحبه الخالصه للرسول صلى الله عليه وسلم وكيف اعرف اني متبع للرسول في اقوالي وافعالي ماجوري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فمن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله إذا آمنت برسالته وشهدت بها فإنك حينئذ يجب عليك حقوق كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم أعظمها محبته صلى الله عليه وسلم فوق محبة كل أحد بعد محبة الله سبحانه وتعالى ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وفي الحديث الآخر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لأنت لا يا رسول الله أحب إلي من كل شيء او من كل احد الا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى اكون احب اليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: والله لانت الان يا رسول الله احب الي من كل شيء حتى من نفسي. قال الان يا عمر فمحبه الرسول صلى الله عليه وسلم واجبه. وهي من حقوقه صلى الله عليه وسلم ومن مقتضى شهادة أنه رسول الله وهذه المحبة تقتضي اتباعه صلى الله عليه وسلم وتقديم قوله على قول كل أحد كائنا من كان أما من يزعم أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم هو لا يتبعه أو أنه أو أنه يبتدع البدع ويظن أنه يحب الرسول وهو يبتدع البدع فهذا كاذب في محبته للرسول صلى الله عليه وسلم كالذين يدعون أنهم يحبونه ويحيون الموالد هذه الموالد بدعة. الموالد الاحتفال بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه بدعة. ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعظوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه ولا يقبله الله سبحانه وتعالى، فمن مقتضى محبة النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الصادقة اتباعه تقديم قوله على قول كل أحد كائنا من كان بعد محبة الله وتقديم قول الله سبحانه وتعالى فهذا هو الدلاله الصادقه على محبته صلى الله عليه وسلم كذلك مما اقتضى محبته اتباعه وعدم معصيته كما قال الشاعر إن المحب لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع فلازم ان الانسان يتقيد بأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ونواهيه واكثر الامه حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هم صحابته الكرام ولذلك ولذلك جاهدوا معه وبعده وبذلوا دماءهم واموالهم في نصره رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاروا يعظمونه فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون امنوا به وعزروه يعني وقروه ونصروه نصروا دينه واتبعوا النور الذي أنزل معه، فالذي يدعي أنه يحب الرسول ولكنه لا يتبع النور الذي أنزل معه، هو كاذب في محبته صلى الله عليه وسلم، نعم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء